عصام يوسف. شفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة أصحاب هتساوي مبلغ نقد. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب 1500 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لرعاية أبطال مصر الرياضيين. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 660 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثانية، واللي بتضم فريق الزمالك وفريق الحوت الأزرق وفريق أليجيترز وفريق الضربة القاضية. أول فريق مشرفنا في الاستوديو فريق تمسك باختيار الاسم، نرحب كلنا فريق الزمالك. احساس مختلف، في خوف على قلق على توتر، على ان انا مبسوطه ان اول مره اشارك في برنامج العباقره، اول مره اقعد قدام كاميرا وتصوير واستوديو، فبالنسبه لي دي تجربه مختلفه وجديده ومبسوطه بيها. الفكره بتاعت برنامج العباقره فكره مختلفه، مفيد جدا للمجتمع، ممكن يخرج ناس عندهم هاي كاليبر من المعلومات العامه والمعلومات في كل المجالات الحياه، ممكن يستفاد من المتسابقين ان هم ياخدوا مناصب سياسيه او دبلوماسيه. برنامج ممتاز ومفيش منه حاجه كتيره قليل قوي في الميديا المصرية. الفريق بيعتمد عليا في المعلومات العامة، خصوصا ان انا المجال بتاعي ككلية سياسة واقتصاد، وان شاء الله اتمنى ان انا اكون قد الثقة دي. فرحنا كتير قوي اما عرفنا ان احنا كل نقطة بنجيبها في المسابقة بتتحول لدعم بيقدمه البنك الاهلي للرياضيين في شتى المجالات، فدي حاجة هتخلينا نحاول ان احنا نجيب اكبر قدر من النقاط وان احنا نكمل في المسابقة لاكبر مدى. فريق الزمالك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. سلام حضرتك. اول مشاركه ليكوا كلكم حقيقي. ايه احساسك ايه؟ متوتره بس مش مبسوطه. لا مبسوطه. محمد البحراوي، ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ احكي لي بقى تشكيله الفريق كده جت ازاي. احنا كلنا معظمنا دكاتره سنان، احنا ثلاثه من الفريق دكاتره سنان ودكتوره برضو ايه مرات دكتور محمد الغرباوي دكتوره سنان. هو صاحب الفكرة دكتور محمود اللي هو كابتن الفريق، هو اللي جمعنا كلنا، وهو اللي كان من احنا مش اول مرة نقدم ان احنا ندخل للعواقر، احنا قدمنا قبل كده واشتغلنا على نفسنا بقى، والحمد لله احنا من اكتر الناس اللي جابت سكور في التصفيات. يعني ده معناه لما انتوا حاولتوا تشاركوا الموسم اللي فات اشتغلنا على نفسنا جامد، اشتغلنا على نفسنا جامد، فاستعديتوا ورجعتوا تاني. بالظبط. حلو جدا. هدير اهلا بحضرتك. ازيك يا هدير؟ الحمد لله. احكي لي بقى على موضوع اختيار الاسم. مبدئيا انا زملكاويه ووالدي زملكاوي، والحاجه الوحيده اللي يمكن خلتني اوافق محمد اللي هو اختار الاسم ان انا بابايا هيفرح جدا بالاسم. يعني كان الصراحه ما كنتش عاوز زميل الزمالك. يعني انت ما كنتيش عايز الاسم يبقى الزمالك؟ عشان عارفه ان هيتسفى علينا. احنا بقينا بقى عمالين نتكلم يعني هيتسفى عليك. سواء نجحنا او خسرنا. اولا بصي، احنا ما عندناش حد بيجي هنا بيخسر. تاني حاجه، احنا جايين نستمتع بالتجربه. طبعا اكيد تجربه، وجايين نضحك وننبسط مع بعض. تعالى محمود حسن. اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ اهلا بحضرتك. شعورك ايه؟ مبسوط انا شفت حضرتك اولا، مبسوط اشكرك المشاركه في البرنامج، واتمنى تكون مشاركه مثمره. احنا كزمالك بصفه عامه متعودين احنا بنكسب وبنخسر مش فارقه، المهم نادي اداء كويس. انا هتعامل معاكو على اساس ان انتوا من منطقه الزمالك. موافقين جدا. ماليش دعوه انا بفريق الزمالك، مش عايز مشاكل. بالعكس، ممكن تبقى لفته لطيفه. لا ده احنا كنا مستنيين فريق يسمي نفسه الاهلي، ولكن ما حصلش. تمام. بعدين الطريف في الموضوع، ودي حاجة جميلة جدا، ان مش كلكم زملكاوية. ده حقيقي. يعني اربعة زملكاوية واثنين اهلوية. فعلا. كان الله في عون الاهلاوية بقى. لا لا بالعكس، احنا بنحتويهم. احنا يعني الزمالك ليس فريقا نشجعه، ولكنه حلم نتمناه. هو ده اللي احنا الشعار اللي احنا داخلين بيه المسابقة المرة دي.
ان احنا مش حكايه حد بيشجع فريق، انما احنا مكان بيحتوي الناس كلها. صح. في روح رياضيه. روح رياضيه. روح رياضيه كمان. ان شاء الله يبقى في تعاون بيننا زملكاويه واهلاويه مع بعض. كان ممكن نسميه الزمهلاويه بس احنا راحت مننا الزمهلاويه. اه ولكن احنا كلنا لازم نحترم فريق الزمالك، ولا احنا نقعد نهزر طول الوقت؟ لا مش هينفع. اكيد فريق الزمالك بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا فريق الزمالك. اما الفريق التاني واللي مشرفنا في الاستوديو من اعماق البحار، نرحب كلنا فريق الحوت الازرق. استعدنا البرنامج عن طريق ان احنا كنا بنقسم المجالات على بعض، كنا بنسال بعض وبنعمل زوم كتير مع بعض، وجمعنا معلومات كتير من اكتر من مصدر، وان شاء الله في ماتش النهارده نقدر نرجع باول 3 نقط. انا دي تاني مشاركه ليا في برنامج العباقره، وان شاء الله هقدر ان انا استغل خبرتي في المشاركه السابقه وان انقلها لزمايلي في بقيه الفريق، وان شاء الله هنوصل للمباراه النهائي. العباقره بالنسبه لي حلم من 7 سنين، فانا اشوف نفسي بحققه شعور مختلط بين ان انا مش مصدقه نفسي وبين الفرحه، وان شاء الله يعني نقدم اداء حلو. دي اول مشاركه ليا في برنامج العباقره، فطبعا ده بيسبب لي شويه قلق، محتاج اظهر بشكل كويس واحاول اساعد فريقي باكبر طريقه ان انا اجمع له اكتر عدد من النقاط، فبتمنى ان احنا نقدر النهارده نفوز علشان نحصل على اول 3 نقاط في المجموعه. من أعماق البحار الحوت الأزرق، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. محمد حسام طبعا الوحيد اللي بيشارك معانا للمرة الثانية. ده شرف ليا والله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. دكتور محمد حسام، طبعا انت اللي كونت الفريق. الحمد لله، يعني ده فضل وانت ربنا. اللي سميت الفريق. ايوه. شايفين الديمقراطية. وبعدين عمر ابنه منورنا في الاستوديو. أميرة، ازيك يا أميرة؟ ازي حضرتك؟ شعورك ايه؟ متوترة شوية لأنها أول مرة، ولكن مبسوطة إن كان حلم من أحلام إن أنا أكون متواجدة هنا. يعني أجواء الاستوديو مختلفة؟ مختلفة تماما. محمد ايه رأيك في ديكور؟ محمد بقى واخد على الأجواء القديمة. لا بصراحة ما شاء الله، يعني في اختلاف الأفضل طبعا جامد جدا. ممكن أضيف حاجة صغيرة كده؟ اتفضل. في ناس كده يعني أحب طبعا أذكر أسميهم، يعني دول يعني ربنا جعلهم سبب بنسبة كبيرة جدا في أن أكون موجود هنا. طبعا يعني أحب أقول أول واحد طبعا وأوجه له شكر كبير جدا جدا، صديقي وزميلي محمود نيازي. كنت متوقع طبعا مستني الاسم. لازم ده أول حد فعلا. انتوا كنتوا مع بعض يعني في الموسم التاني أصحاب. يعني اداني خبرته بضمير، والشخصية التانية كمان اللي وقف جنبي جدا جدا، ويعني صممت أنها برضه أقول اسمه، باشمهندس محمود سعد. نحييهم هما الاثنين. الجندي مجهول، حد عندنا جندي مجهول كمان. في جندي مجهول، يعني في شخصيه ثالثه دي يعتبر جندي مجهول، دي يمكن ربنا جعلها سبب اساسي بقى في تكوين الفريق نفسه. هي حد مش معروف ومش معانا موجود دلوقتي، هي اسمها دكتوره اروى، بس دي انا قلت يعني لازم اقول الاسم ده. هي اصلا اللي عرفتني على مهتب، قالت لي يعني اعتذرت لي انها مش هتقدر تشارك عشان عندها ظروف وكده، بس قالت لي في بنت ممتازه اسمها مهتب، دي ممكن تشارك معاك. ومهتب بقى هي اللي يعني جابت بقيه فعلا الفريق. نشكرها جميعا. مهتب كمان، ازيك يا مهتب؟ تمام الحمد لله. شعورك ايه بقى بعد ما عملتي المجهود ده وكونتي الفريق؟ هو حلم 7 سنين انا شايفاه قدام عيني. 7 سنين؟ احكي لي بقى ازاي. الموضوع بدا مع اول حلقه في برنامج العباقره الموسم الاول مدارس، اول ما شفت عبد الرحمن ضياء ومصطفى سرحان والناس دي. 2016. ما قدرتش اشارك في المدارس بسبب ان انا كنت خلاص في اخر ثانويه عامه. بعد كده لما دخلت الجامعه كان كل ما شاركتيش ليه مع فريق جامعه سوهاج؟ كان كل ما يحصل تصفيات كانت بتحصل لي ظروف وما اقدرش اشارك. كان كل مره مع اعلان ان في موسم جديد للعباقره، في يعني مثلا عباقره جامعات، انا كانت الفرحه مش سايعاني. عباقره اصحاب اللي هو خلاص انا الحلم يعني بيقرب، ومش متخيله ان انا فعلا بعد 7 سنين انا موجوده على كرسي العباقره. انت عارفه ان شعورك وسعادتك وصلاني. يعني انا حاسس بيها، الفرحه بتاعتك وصلاني بجد. ربنا يخليك. حاجه جميله جدا الواحد يحلم حلم ويفضل وراه لغايه ما يحققه. الحمد لله. واديك قاعده في الاستوديو وسط الجمهور وقدام الساده المشاهدين، وهسألك وهنشوف اخبارك ايه. سيف محمد، ازيك يا سيف؟ ازي حضرتك يا مستر عصام؟ احكي لي بقى. كان نفسي دايما اشارك،
بس ما كانش بيجي الفرصة. المدرسة عندنا كانت مش عارفة تقدم ومش عارفين ازاي الخطوات وكده، فجت ليش الفرصة في المدارس للأسف. وفي الجامعات كنت حابب أشارك بس برضو للأسف ما لقيتش فرصة تبع جامعة القاهرة. المنافسة بتبقى شرسة جدا. لا جامعة القاهرة فريقها تقيل جدا جدا، خلاني فخور جدا أنا ثلاث مواسم من خمسة ولكن جاتك الفرصة. طيب كلمتك إيه يا محمد يا حسام لفريق الزمالك؟ يعني ربنا معاكم ان شاء الله، بس احنا اللي هنكسب ان شاء الله. اه على فكره دكتور محمد حسام انا درست له في الجامعه، خريج اسنان عين شمس. انت درست له في الجامعه؟ اه. شفتوا الدنيا صغيره ازاي؟ كنت ماده ايه معلش يا دكتور فكرني؟ يعني بالذمه اللي درس لك فاكرك وانت مش فاكر استاذك؟ اصلا كنت متميز في الجامعه، كان شكلي متميز الناس كلها عارفيني يعني. يا سلام، أنا بحب التواضع. محمد حسام متواضع يعني، هو مشهور. درست له مادة إيه يا بحراوي؟ طب الفم وعلاج اللسان. إيه رأيك؟ أكيد لو درست لي طبعا شرف ليا طبعا. ابتدى يظبط طبعا. شرف لي. فريق الحوت الأزرق بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا فريق الحوت الأزرق. العباقرة أصحاب في الموسم الثالث ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي المدينة التي يطلق عليها مدينة الضباب؟ سيف إجابتك. لندن. لندن طبعاً إجابة صحيحة. الدخان الناتج عن حرق الفحم في البيوت والمصانع كان بيختلط بالضباب في الشتاء. سنة 1952 حصلت كارثة الضباب العظيم، وصلت لدرجة إن الناس ما كانتش بتشوف إيديه، واستمرت خمس أيام وتسببت في موت آلاف. عشان كده تسمت عاصمة الضباب. سيف من حقك تختار مين اللي بتبتدي. فريق الزمالك ان شاء الله. فريق الزمالك هتبتدوا الاول. واول فقره هي فقره العلم. العلم. العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. فريق الزمالك امتى هتاخدوا جوكر؟ علوم. في العلوم اكيد دكاتره، يبقى اكيد علوم. جغرافيا والسؤال هو: في أي من دول أمريكا الجنوبية تقع قرية كانديدو جودوي والتي يطلق عليها بلدة التوائم؟ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة. واحدة من كل 10 نساء بتولد توأم. ولادة التوائم في القرية بتبلغ 10 أضعاف المتوسط الطبيعي في العالم. هدير لحقتي في آخر ثانية، برافو عليك. حتى لو إجابتك غلط مش مهم، لازم تحاولوا. أكيد. إجابتك بيرو. بيرو يا هدير، إجابة خاطئة. في دراسة بتقول إن نساء القرية بتشترك في جين B53 المسؤول عن نسبة التوائم. سيف محمد. بوليفيا. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: باراغواي، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين. مين هياخد الريسك؟ محمود إجابتك. كولومبيا. كولومبيا بناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط. دكتور محمود، كولومبيا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة البرازيل. هارد لك يا محمود، فريق الزمالك هيبتدي بناقص 5. حوت الأزرق، سؤال في جغرافيا: إمتى الجوكر يا حسام؟ الأدب إن شاء الله. تمام. جغرافيا والسؤال هو: تقع جزيرة بوفيليا
بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ مساحتها 71 كيلومتر مربع، ملقبة بجزيرة الموت Death Island أو جزيرة الأشباح. في أواخر القرن الـ18 انتشر مرض الطاعون في أوروبا. الحكومة قررت إنها تعمل الجزيرة دي عزل صحي لحد ما تحولت لمقبرة جماعية. فنلندا؟ بعيدتي جداً. فنلندا إجابة خاطئة. إسبانيا. إسبانيا للأسف الشديد إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، سلوفينيا. مروا بظروف صعبة جداً في كورونا. هدير. إيطاليا. طبعاً إيطاليا إجابة صحيحة. طبعاً في وقت من الأوقات أنا بضيف معلومة واللي بيبقى مركز بيخطف البازر زي ما هدير عملت كده بالظبط. فريق الزمالك 5، الحوت الأزرق لسه ما فيش نقط. وسؤال في التاريخ لفريق الزمالك. تاريخ والسؤال هو، من هو أول رئيس وزراء لدولة العراق في العهد الجمهوري عام 1958 من قادة ثورة 14 يوليو 1958، واللي تم فيها الانقلاب على الملك فيصل الأول؟ هدير انت دايما بتستني للثانية الأخيرة. بعدين هدير انت سياسة واقتصاد مظبوط، وعايزة تبقي وزيرة فعلا. إجابتك عبد الكريم قاسم. دي إجابة مين؟ يعني تناقشنا فيها بس بيسكلي دكتور بحراوي. مين كان رئيس الجمهورية في الفترة دي؟ لا عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم. لا حسن محمد نجيب الربيعي، وكان رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم. إجابة صحيحة. في فبراير 1963 تحالف بعض القيادات السياسية مع أعضاء حزب البعث ضد الرئيس ورئيس الحكومة وأسقطوا. النتيجة 15 فريق زمالك. الحوت الأزرق لسه ما فيش نقاط. وسؤال في التاريخ، تاريخ والسؤال هو، من هو قائد الجيش السلجوقي المنتصر في معركة ملازكارد عام 1071؟ قامت بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة السلجوقية بعد إخلال قائد البيزنطيين رومانوس الرابع في معاهدة 1069 وهجموا على أرمينيا. مفيش إجابة في الحوت الأزرق مع أنها معركة شهيرة جدا. في إجابة؟ مين؟ لا مفيش، احنا عارفين المعركة شهيرة يعني. انتهت المعركة بانتصار السلاجقة وأسر مين؟ رومانوس. رومانوس الرابع. رومانوس الرابع. أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5. طغرل الثاني، ملك شاه، سليمان شاه، قلب أرسلان. محدش يتكلم معايا، تبقى إجابة غلط على طول. كان عندكم لسه 5 ثواني تتكلموا، ولكن طالما هدير خدت القرار بقت لوحدها. إجابتك سليمان شاه. سليمان شاه يا هدير للأسف الشديد إجابة خاطئة. قلب أرسلان. قلت احنا قلنا سليمان شاه. قلب أرسلان. لو انتوا عارفين احنا لسه كنا هجوز. يا داسة قلنا الاختيارات بقت سرعة. ايوه ما لسه راح. يا داسة هي سبقت. زمالك 10، الحوت الأزرق مفيش نقط،
دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال الزمالك أدب، والسؤال غوانتانامو هي رواية الأديب مصري معاصر، فمن هو؟ اتنشرت عام 2014، ما خدتش رأي حد وفات ثانية واحدة. إجابتك علي الأسوان. موافقين؟ لا. شفت محمود حسن، للأسف الشديد علاء الأسواني إجابة خاطئة، وهم مستعدين بقى. بص صفر، يعني في قمة سعادته، أول 10 نقاط. اتفضل. الأديب الكبير يوسف زيدان، أنا عندي رواية أصلا. سيف خدت 10 نقاط، إجابة صحيحة. الحوت الأزرق اتعادل 10-10. وسؤال في الأدب، وحان معاد الجوكر الحوت الأزرق. أدب وسؤال، شاعر عربي مؤلف ديوان هذا هو اسمي، فمن هو؟ 12-1988، قصائد من الشعر الحر، بيأرغ فيها لفترة ملوك الطوائف، حصل على جايزة جوتا 2011. من وجهة نظر ماجد سنارة مساعد مدير الإعداد إن هو أعظم شاعر عربي على الساحة حالياً. إجابتك مغيث البرغوثي. مريد البرغوثي طبعاً شاعر عظيم، ولكن أنا قلت لك على الساحة حالياً. مريد البرغوثي الله يرحمه كان مفروض تركز في اللي أنا بقوله. سيف 20 نقطة، إجابة خاطئة. مين بقى؟ أحمد بخيت. مفيش إجابة. 4 اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. عماد أبو صالح، أحمد بخيت، وديع سعادة، أدونيس. أدونيس؟ أدونيس بناقص 10 نقط أو زائد 20 نقطة. محمود حسن، إجابة صحيحة. أدونيس هي الإجابة الصحيحة، خطفتوا 20 نقطة، وبرافو عليكم. فريق الزمالك 30، الحوت الأزرق ضاع منكم جوكر 10. سؤال للزمالك، وحان معاد الجوكر. علوم وسؤالهم، تقع مرتفعات أفروديت على سطح أحد الكواكب، فما هو؟ ارتفاعها بيوصل لحوالي 5 كيلومتر، وطولها حوالي 10,000 كيلومتر. على اسم إلهة الحب والجمال أفروديت، في الحضارة اليونانية بتستنوا للثانية الأخيرة. أورانوس. كوكب غازي، هيبقى عليه مرتفعات ازاي يا دكتور؟ اجابه خاطئه. فرصه للتعادل. اميره. نبتون. كوكب غازي برضو، اجابه خاطئه. زائد 20 أو ناقص 10. الزهره، الارض، زحل، المشتري. فريق الريسك بصراحة، 4 ريسك لغاية دلوقتي، مش ممكن. الزهرة. الإجابة الوحيدة المنطقية في الاختيارات. آية، خطفتي 20 نقطة، إجابة صحيحة. فريق الزمالك متألق، والنتيجة 50. الزمالك، الحوت الأزرق 10، والحوت الأزرق عندكم سؤال في العلوم. علوم والسؤال هو، آن تسوكاموتو هي من أوائل العلماء الذين قاموا بتحديد وعزل الخلايا الجذعية، فما هي جنسيتها؟ هي جذورها من شرق آسيا،
ولكن هي مش من شرق آسيا. قدرت تعزل الخلايا الجذعية للدم، وده ساعد في علاج مرض سرطان الدم. خلايا غير مكتملة الانقسام، فبتقدر تكون خلايا متخصصة زي الجلد والدم. ما عنديش إجابة، بس هي ممكن تكون أمريكا؟ إجابة صحيحة، فعلاً أمريكية. 10 نقاط مهمين جداً للحوت الأزرق. الحوت الأزرق 20 والزمالك في المقدمة 50. سؤالين ما تجاوبوش في الفقرة الأولى وفريق الزمالك بياخد الريسك على طول. أنا عاجبني الموضوع ده على طول الخط، بحب الناس اللي جاية تنبسط، فرحانين بالبازل. هيحصل إيه يعني لو غلط؟ يعني مفيش حاجة هتحصل، إيه المشكلة؟ جايين نلعب حلو بس. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 105,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. الموسم الثالث عباقرة الأصحاب، ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. الزمالك في المقدمة 50 نقطة، الحوت الأزرق 20. والحوت الأزرق عندنا تغييرين، أحمد محمود نزل مكان محمد حسام، وإيمان أحمد نزلت مكان مهتاب كمال. إزيك يا إيمان؟ الحمد لله. قولي لي يا إيمان، أنت بتحلمي بأنك تبقي متخصصة في العلاج الطبيعي، جات لك الفكرة إزاي؟ أنا خارج التربية الرياضية جامعة سوهاج، حبيت الموضوع. أنا دخلت تربية رياضية بسبب إن أنا عايزة أتخصص في المجال ده. الكلية ما تحتليش الفرصة عشان القسم ده مش موجود عندي، فأنا بحاول إن أنا أخد أطور من نفسي عن طريق الكورسات، أو إن أنا أشوف حاجات على اليوتيوب أو كده. وحالياً بإذن الله يعني إن أنا هاخد دبلومة في العلاج الطبيعي، أكون أخصائي علاج طبيعي. ربنا وفقك، عندك مشوار حلو يعني بسم الله. أحمد محمود، إزيك حضرتك؟ عايز يبقى عندك شركة مقاولات كبيرة، عايز تبني إيه؟ عايز أبني طبعاً أعمر يعني المناطق اللي هي الفاضية أو المناطق اللي هي الصحراء تتعمر يعني معظم كلها يعني. ودلوقتي بعمل يعني بحاول أخد خبرات عشان أقدر أفتح شركة مقاولات يعني. ربنا وفقك إن شاء الله. فريق الحوت الأزرق موقفكو صعب، أول 3 نقاط في المجموعة مهمين جداً، أتمنى لكم كل التوفيق. فريق الزمالك عندنا تغيير واحد بس، محمد الغرباوي نزل مكان محمد البحراوي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. احساسك ايه بقى وانت قاعد في استوديو العباقره جنبك مراتك في البيت وفي الاستوديو؟ هو احنا حاولنا ندخل السنه اللي فاتت بس طلعنا من انترفيو ما ربنا ما وفقناش يعني، ف دخلنا السنه دي تاني وربنا وفقنا الحمد لله ودخلنا، واكيد مبسوط ان هي شاركتي في الحياه وشاركتي في البرنامج وشاركتي في كل حاجه. بص مش مصدقه. ده احساسه هو، نشوف احساسك ايه. طبعا هي هتبقى دبلوماسيه وحالا هتقول لك انا سعيده جدا ان انا لا ما اقدرش اقول لك كده، مش هروح البيت. قولي لي اجواء الاستوديو مريحاكي ولا قلقاكي؟ لا الحمد لله، حتى التوتر خف شويه. خف شويه. اه فريق الزمالك انا شايف ان اول تجربه ليكوا، بتاخدوا الريسك، خدتوا الريسك 4 مرات، حاجات غلط حاجات صح، ولكن هو ده الفريق اللي جاي يستمتع بالتجربه. لحي فريق الزمالك. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقره المعرفه 4 اسئله، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. أول 2 محمود حسن وأميرة محمد. أميرة محمد ومحمود حسن. أميرة، إزيك يا أميرة؟ إزي حضرتك؟ أخبار سوهاج إيه؟ تمام الحمد لله. 3 بنات من الفريق من سوهاج. صح. طيب قولي لي بقى موضوع الجرافيك ديزاين بدأ معايا إزاي؟ ابتديت إزاي في إن أنت تصممي حاجات؟ بدأت من حوالي سنة وشوية. يعني أنا كنت سامعة عن المجال وكنت بقرا عنه وكده، وكان في ناس صحابي في المجال ده،
فانا حسيت نفسي ان انا جوايا حاجه في الحته دي يعني. هو مجال فني جميل يعني، كام سنه تاني اكون حاجه تانية يعني. برافو عليكي، نحيه كلنا ما شاء الله. معلومات عامة والسؤال هو: نيشان ذو الفقار هو أعلى وسام عسكري بإحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ الاسم ده بيرجع لسيف الإمام علي بن أبي طالب اللي أهداه له الرسول عليه الصلاة والسلام. إجابتك؟ السعودية. السعودية طبعاً إجابة خاطئة. في إجابة؟ خمن. إجابتك؟ اليابان. نيشان ذو الفقار وبيرجع لسيف الإمام علي بن أبي طالب هيبقى اليابان، لازم يبقى دولة إسلامية. ولو ما قلناش عربية إيران نفكر طبعا. ايوه ذو الفقار سيدنا علي بن ابي طالب وهم شيعة، يعني التسرع وحش. انا مش أميرة طبعا. إجابة خاطئة. بص يا محمود، انت بتفكر ولكن متأخر، فخسارة السؤال ده يطير منك. اتفضل. 1856 تم منحه لأول مرة من الأمير ناصر الدين شاه. سؤال في الرياضة، محمود وسيف، سيف ومحمود، رياضة. والسؤال هو: من هو الحاصل على جائزة أفضل لاعب شاب ببطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2014؟ The best young player. لعب 5 ماتشات، سجل هدف وصنع هدف. البطولة دي كانت في البرازيل. بص بقى، البحراوي مخبي وشه يعني، وعنده الإجابة ونفسه يسمعها منك. إجابتك؟ بول بوجبا. صح. البحراوي موافق؟ موافق. غرباوي، إجابة صحيحة. وصل مع فرنسا لربع النهائي وخسروا من ألمانيا 1-0. النتيجة 60 الزمالك، 20 الحوت الأزرق. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، هدير وإيمان، إيمان وهدير. تكنولوجيا. والسؤال هو: إلى ماذا يرمز الحرف P في الاختصار HTTP، والذي يبدأ بهايبر تكست ترانسفير؟ هايبر تكست ترانسفير، متخصص في نقل الداتا عبر الانترنت. يا إيمان، هايبر تكست ترانسفير ايه؟ باور. باور طبعا يا هدير. اكيد غلط. طبعا ما عنديش معلومة الصراحة. مش محتاج الواحد يبقى عنده المعلومة حتى، المفروض يبقى عنده تصور ممكن تبقى ايه. إجابة خاطئة. مهم. وعندي إجابة بس مش متأكدة منها. مش مهم، قوليها، جايز تبقى صح. بوست. طبعا بوست. إجابة خاطئة. مين عارف؟ بروتوكول. بروتوكول طبعا. بروتوكول طبعا. كله عارف إلا أنتوا الاتنين. بروتوكول. يا لهوي، صح فعلا. بروتوكول. هارد لك، تفضل. آخر سؤال، 1-1 في القدرات الذهنية. آية وأحمد محمود، أحمد محمود وآية. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل مسألة الآتية: 18+15+9+298 يساوي كام؟ فات 5 ثواني وفاضل 10 ثواني. إجابتك؟ 451. طبعا إجابة صحيحة. هاتلك يا هي 451، 10 نقط. الحوت الأزرق 30، الزمالك 60. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون
فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعاً أسئلتنا هتعتمد على السرعة. ليكوا أنتوا التمانية، محدش هيستنى حد. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور بلال ابن رباح في فيلم بلال مؤذن الرسول، فمن هو؟ يحيى شاهين. طبعا إجابة صحيحة. بطولة مجدة، محمود المليجي، حسين رياض، ورياض الأصبجي. 10 نقط. النتيجة 70 الزمالك، 30 الحوت الأزرق. السؤال الثاني: أغاني وموسيقى، والسؤال هو: تملي في قلبي هي أغنية الفنان وموسيقار راحل، فمن هو؟ محمد فوزي. محمد فوزي. محمود برافو عليك، إجابة صحيحة. من ألحان وتأليف عبد الفتاح مصطفى. دكتور محمود حسن مش هيديكوا فرصة. النتيجة اتغيرت: 80 الزمالك، 30 الحوت الأزرق. لوحات ومعالم، والسؤال هو: يقع قصر عمرة بإحدى الدول العربية، فما هي؟ دولة شامية اتبنى في عصر الخليفة الوليد ابن عبد الملك. سوريا. سوريا يا سيف، إجابة خاطئة. بيضم أكبر مجموعة من الرسوم الجدارية اللي موجودة لحد دلوقتي، تراث عالمي لليونسكو. هدير شكلك عندك إجابة. دوس على البازر. إجابتك الأردن. الأردن. بتسأليني ولا بتجاوبي؟ بجاوب. يا سلام يا سلام على الثقة والسعادة والابتسامة. هدير، إجابة صحيحة. الأردن الإجابة الصحيحة. 10 نقط. النتيجة اتغيرت: 90 الزمالك، 30 الحوت الأزرق. الحوت الأزرق المباراة بتهرب منكم. السؤال اللي جاي سهل، ولكن محتاج كل واحد يركز لوحده. سرعة البديهة، والسؤال هو: كم مرة تكرر الرقم 2 في الصورة؟ ستة وعشرين. إجابة صحيحة. برافو عليك يا سيد. دي سرعة بديهة، تركيز وسرعة الاتنين مع بعض. 10 نقط. 40 الحوت الأزرق، 90 الزمالك. مباراة مش سهلة لفريق الحوت الأزرق. الزمالك مع أنكم بتشاركوا لأول مرة، ولكن عرفت تدخلوا في أجواء المباراة بسرعة. برافو عليكم. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 90,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 195,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. الموسم الثالث عباقرة الأصحاب، ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وفريق الزمالك متألق. 90 الحوت الأزرق بيحاول يرجع في المباراة ومعاهم 40 نقطة. الحوت الأزرق عندنا تغيير واحد: مهتاب كمال رجعت مكان إيمان أحمد. وتغييرين في فريق الزمالك: سارة نشأت نزلت مكان آية إبراهيم، ومحمد البحراوي نزل مكان محمد الغرباوي. الاتنين المتجوزين خرجوا، والاتنين المتجوزين نزلوا.
احساسك ايه بقى وانت بتشارك انت ومراتك في البرنامج؟ احساس مختلف طبعا وجميل ان انت تدخل مع مراتك في مسابقه كده لاول مره انا وهي نشارك بحاجه زي كده، حاجه مختلفه. بس مراتك مخضوضه من اول ما قعدت على كرسي الاحتياطي وهي مخضوضه. بفسحها، ما انا كده بفسحها والله. هناخد رايها بس ما نخلص تحت الضغط. ودلوقتي مع الفقره الرابعه، فقره تحت الضغط. تحت الضغط. محمد البحراوي انت اللي هتبتدي، احمد محمود هتروح تسمع اغنيه وترجع لنا تاني. البحراوي تعالى مكان. طمني بقى، اتدربت على تحت الضغط ولا لا؟ يعني مش قوي. مش قوي. واضح ان انتوا مركزتوش قوي في التفاصيل، يعني اهتمتوا بالمعلومات. ده حقيقي. احمد محمود تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله هندوراس؟ رئاسي. صح. في أي دولة يقع نهر نيفا؟ بولندا. غلط. من هو الكاتب والصحفي المصري المعاصر مؤلف كتاب رصف مصر؟ جمال حمدان. غلط. كم عدد الساعات في 10 أيام؟ 45. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة ماليزيا؟ دولار. غلط. كم عدد أجزاء القولون الرئيسية في جسم الإنسان؟ 2. غلط. فرحة هي أغنية الفنان مصري معاصر، ومن هو؟ حمد منير. غلط. شفت بقى، كانت عايزة تدريب. كم إجابة صح؟ 1. هي أول إجابة. رئاسي أو جمهوري؟ تفضل. طبعا تحت ضغط كانت عايزة تدريب. لا خليك هنا، خليك هنا بحراوي، راح فين؟ خليك لسه معانا. سليم، عايزين أحمد محمود ينضم لينا، هنشوف أحمد محمود هيعمل إيه. أحمد محمود عايز تعرف البحراوي عمل إيه ولا لا؟ لا مش عايز تعرف. لا مش عايز. طيب أنا قلت بس 7 أسئلة من 10. تمام. كان بياخد وقت يفكر شوي. تحت الضغط عايزة سرعة. حد دربك عليها؟ كويس. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة هندوراس؟ جمهوري. صح. في أي دولة يقع نهر نيفا؟ برازيل. غلط. من هو الكاتب والصحفي المصري المعاصر مؤلف كتاب رصف مصر؟ باص. كم عدد الساعات في 10 أيام؟ 240. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة ماليزيا؟ باص. كم عدد أجزاء القولون الرئيسية في جسم الإنسان؟ 2. غلط. فرحة هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ باص. في أي دولة أوروبية تقع مدينة شتوتغارت؟ ألمانيا. صح. قامت ثورة التوابين على إحدى دول الخلافة الإسلامية، فما هي؟ العثمانية. غلط. 9 أسئلة. تفضل. وثلاث إجابات صح، والبحراوي معاه إجابة واحدة بس صح. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الثاني، في أي دولة يقع نهر نيفا؟ نيفا ده كان فيه عربية مشهورة جدا اسمها نيفا. روسيا. روسيا. السؤال الخامس، ما هي العملة الرسمية لدولة ماليزيا؟ رينجت. رينجت. كم عدد أجزاء القولون الرئيسية في جسم الإنسان؟ أنتوا الاثنين قلتوا 2 وهي 4. فرحة هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ محمود العسيلي. أغنية العسيلي، محمود العسيلي. يا ريتني ما قامت ثورة التوابين على إحدى دول الخلافة الإسلامية، فما هي؟ طبعا الخلافة الأموية. واللي كتب كتاب رصف مصر طبعا الصحفي المتألق عمر طاهر. كلنا نحيي البحراوي وأحمد محمود. أحمد محمود البحراوي اتفضل. النتيجة اتغيرت وفريق الزمالك إجابة واحدة بس، كنتوا 90 بقيتوا 95. حوت الأزرق حسنتوا النتيجة، كنتوا 40 وثلاث إجابات صح وعشر نقط هدية كمان، بقيتوا 65. 65 و25 كام؟ 90. 90 نرجع تاني تبتدي مباراة جديدة من الأول.
طبعا الزمالك 95 و25 120 تسهل المأمورية قبل الفقرة الأخيرة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لفريق واحد بس، سارة وأميرة. أميرة وسارة تفضلوا. سارة بتلعبي الرياضة؟ لا كنت. كنت بتلعبي إيه؟ كرة قدم. طيب نشوف أميرة بتلعبي الرياضة؟ بحب التنس. تحب التنس؟ ولا كرة ولا تنس، ولكن سؤال في الرياضة. سؤال الأول رياضة، ما هو المنتخب الفائز ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال عام 2022؟ المغرب. المغرب ما كانتش في النهائي. إجابة خاطئة. سارة عندك إجابة؟ لا ما عنديش بصراحة. يعني بذمتك مصر؟ مصر؟ يعني أنا عارفة أنها مصر، أنا ما سمعتش في التاريخ. ده مصر أحسن فريق جماعي. أنا كنت عارفة أنها مصر في الرياضة يد. هي كرة اليد. دي البطولة الثامنة في تاريخ مصر. كسبنا في النهائي الراس الأخضر 37-25، يعني في النهائي كمان إحنا متفوقين في اليد، وعندنا أبطال محترفين في كرة اليد في كل دول العالم. هنقول مين ولا مين؟ نحيي منتخب كرة اليد المصري. تفضل هارد لك. البحراوي ومحمود، أحمد محمود والبحراوي. السؤال التاني تاريخ، أعلنت بوليفيا استقلالها عن إحدى الدول الأوروبية عام 1825، فما هي؟ استقلت عن مين؟ إجابتك إسبانيا. إسبانيا الهدف الأول في 6 أغسطس 1825 الهدف الأول لفريق الزمالك. السؤال الثالث يا مهتاب خلي بالك، لو هدير جاوبت صح رجعت ب 25 نقطة وسهلوا المأمورية عليهم في أول مباراة لي. السؤال الثالث فنون، فنانة راحلة قامت بدور سميرة في فيلم العريس يصل غدا، فمن هي؟ محدش يتكلم. بطولة أحمد رمزي، فؤاد المهندس، ومديحة يسري، مين؟ هخمن. خمني. فاتن حمامة. فاتن حمامة. خمنتي غلط. إجابة خاطئة. شادية. شادية ما كانتش في الفيلم. شادية إجابة خاطئة. سعاد حسني. أيوة برافو عليك سعاد حسني. خسارة، السؤال ده كان سهل جدا. محمود حسن وسيف، سيف ومحمود. السؤال اللي جاي يا سيف، لو محمود ما جاوبش وانت ما جاوبتش هيرجع ب 25. السؤال الرابع قدرات ذهنية، حل المسألة الآتية، 50 × 5 + 44 × 3 يساوي كام؟ 50 × 5 382. الهدف الثاني فريق الزمالك متألق 120 فريق الزمالك، 65 فريق الحوت الأزرق. الحوت الأزرق موقفكم صعب جدا وما عندكوش فرصة غير في الفقرة الأخيرة. أنا معجب بأداء فريق الزمالك. فريق الحوت الأزرق الحقيقة كنت متوقع منهم أداء أفضل من كده. فريق الزمالك هو الأقرب للحصول على أول 3 نقاط. إجابة صحيحة. ضربات الجزاء عرفت أجيب هدف، قدرت أرجع الثقة لفريقي مرة تانية. في آخر سؤال في ضربات الجزاء للأسف محمود حسن كان أسرع مني وخطف مني 25 نقطة. فريق الحوت الأزرق مخضوضين.
مسؤولية الفوز اتصعبت شوية علينا، بس إن شاء الله نقدر نرجع في عجلة الحظ بإذن الله. خلينا نشوف الزمالك هيعملوا ايه، هيحافظوا على التقدم ولا لا، وفريق الحوت الازرق هيستسلم ولا هيعرف يحسن النتيجة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع اخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 55 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 82500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 277500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. الموسم الثالث عباقرة الأصحاب، ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. فريق الزمالك متقدم 120 نقطة، فريق الحوت الأزرق 65. ودلوقتي مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط بتوع ماتش النهاردة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل فريق، وأول سؤال آية إبراهيم. اتفضلي آية. هنشوف آية إبراهيم والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. شكراً يا آية، ارجعي مكانك. فنون، سؤال في الفنون، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. طيب سؤال في الفنون بعشرين نقطة، فنون، والسؤال هو فنان قام بدور الأستاذ زهدي في مسلسل زلزال، فمن هو؟ بطولة محمد رمضان، حالة شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، وهنادي مهنا. عمل دور حلو جدا. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أحمد محمود إجابتك. سيد رجب؟ مش سيد رجب، ما كانش في المسلسل. إجابة خاطئة. الفنان أحمد صيام، وعمل دور حلو جداً في المسلسل ده. السؤال الثاني محمد حسام، تفضل يا محمد. هنشوف موضوع السؤال إيه. معلومات عامة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. فرصتكم الوحيدة ان انتوا تجاوبوا، لو ما جاوبتوش المباراة اتحسمت. معلومات عامة، والسؤال هو مرمراي هو من اعمق انفاق السكك الحديدية تحت الماء في العالم، ففي اي دولة يوجد؟ أكتر من 76 كيلومتر، 43 محطة، بعمق يصل لأكتر من 60 متر تحت الماء، تم افتتاحه 2013. سيف إجابتك؟ ألمانيا. ألمانيا يا سيف، إجابة خاطئة. أكتر من 800 مليون راكب منذ افتتاحه لحد النهاردة. أمريكا. أمريكا طبعا، إجابة خاطئة. الصين. ده من الاسم، بحر مرمرة فين؟ تركيا. في تركيا بالظبط كده. الغرباوي، تفضل يا محمد. علم، سؤال في العلم، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين؟ تلاتين. دوس على البازر. علم، والسؤال هو علوم،
من هو الطبيب الأندلسي مؤلف كتاب التيسير في المداواة والتدبير؟ كتاب طبي ذكر كتير من الأمراض وعرض طرق وأدوية لعلاجها، والأدوية دي أغلبها طبيعية من الطعام والأعشاب. محمود حسن إجابتك؟ ابن البيطار أو البيطار. ابن البيطار إجابة خاطئة. فريق الحوت الأزرق، لو جاوبت صح وجاوبتوا السؤال الأخير كمان ممكن تكسبوا المباراة. تخيلوا بقى الزمالك بياخد الريسك لأنهي درجة؟ في إجابة؟ إجابتك ابن الهيثم. طبعا يا مهتاب إجابة خاطئة. ابن سينا؟ ولا ابن سينا. الإجابة الصحيحة ابن زهر الأندلسي. اتحسمت المباراة لفريق الزمالك اللي بيحب ياخد الريسك. ألف مبروك لفريق الزمالك، أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية. سؤال الأخير إيمان أحمد، بالرغم من أن أنتوا كسبتوا ولكن أنا متأكد أن أدائكم كان ممكن يبقى أحسن من كده بكتير لو بتلعبوا فريق عنده خبرة كان الوضع اختلف تماما. فنون، سؤال في الفنون، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ 30 مش فرق، دوس على البازل. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور فتحي في فيلم الأفوكاتو، فمن هو؟ بطولة عادل إمام، يسرى، إسعاد يونس، حسين الشربيني، وصلاح نظمي. تأليف وإخراج الأستاذ رأفت الميهي. أحمد محمود إجابتك؟ أحمد راتب. أحمد راتب مش موجود في الفيلم. أحمد محمود إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمد متولي. إجابة خاطئة. مصطفى متولي؟ ولا مصطفى متولي، مش عيلة متولي خالص. محمد الشرقاوي. ايوه الشرقاوي هو. ايوه انا عارفه. ايوه هو انا عارفه، هم انا عارفه بس انا مش متاكد من اسمه. فريق الزمالك حظكم حلو بجد، حظكم حلو في ماتش النهارده. لو فريق تاني عنده خبره كان خطف كل النقاط دي، ولكن الحوت الازرق مخضوضين وما عرفوش يدخلوا في اجواء المباراه. لازم الحوت الازرق ترتبوا اوراقكم تاني. هارد لك لفريق الحوت الأزرق. تحية كلنا الحوت الأزرق. محمود حسن وأحمد محمود هما الاثنين أفضل لاعب في ماتش النهاردة بخمسة وثلاثين. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 185 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 277,500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 937,500 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. زمالك ألف مبروك أول ثلاث نقاط، ولكن اللي جاي أصعب. الحوت الأزرق هترجعوا تاني في البطولة إن شاء الله. اتفقنا، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.